قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب، وما أدراكم ما الشباب؟ توثب روح، واستنارة فكر، وطفرة أمل، وصلابة عزم. أخصب مراحل العمر بلا ريب، وأجدرها بحسن الإفادة وعظم الإجادة. ومن ثم كان على المرء أن يقدم حسابا عن حياته كلها بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، عن عمره فيما أفناه، وحسابا خاصا عن طور الشباب وحده، وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب، وما أدراكم ما الشباب؟ الشعار والدثار، الملاءة والبرد، بهم يزاد عن الحوزة ويدافع عن البيضة، ويقتل من عاند وتولى. ولله ضر فتية من شباب الإسلام في ميادين البطولة صلوا حرها وحملوا عبئها. أسامة رضي الله تعالى عنه يقود جيشا فيه أبي بكر وعمر، وهو ابن 18 سنة. محمد بن القاسم الثقفي رحمه الله تعالى يفتح السند والهند وهو لم يجاوز 17 سنة. وقتيبة بن مسلم يغزو الصين وهو ابن 27 سنة. والشافعي يفتي وهو ابن 20. والبخاري رحمه الله تعالى يكتب التاريخ الكبير في 13 مجلدا وهو ابن 18 سنة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وقفوا على هام الزمان رجالا يتوسبون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم من فوقهم يتعالى. باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال في رقدة الصحراء في فلواتها. حملوا تكاليف الجهاد ثقالا تشوى على رمضائها أجسامهم، لكنهم لا يعرفون محالا. فامتد في شرق البلاد وغربها نور تتيه به الحياة جمالا. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم أسدا تخلف بعدها أشبالا. هؤلاء يا عباد الله هم السلف، والمتشبهون بهم والمقتدون بأسوتهم محمد صلى الله عليه وسلم هم السلفيون. والدعوة السلفية قامت على أكتاف رجال يقتدون بهؤلاء الأسلاف. هي الفهم الصحيح للدين، وهي تطبيقه في صورته النقية، لكن مع عصف الواقع وتتابع الأحداث وتوالي المؤثرات
لابد أن نسأل الدعوة السلفية إلى أين؟ هذا هو عنوان أسبوعنا الثقافي الذي تقيمه الدعوة السلفية بالغربية. محاضرنا الليلة غني عن التعريف، له شأن في توجيه الشباب والوصول إليهم والتأثير فيهم، هو فضيلة الشيخ الدكتور حازم سمان، فليتفضل مشكورا مأجورا مؤيدا مسددا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نايمين من أولها ولا إيه؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حبيب مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فيعني مرحبا بكم في هذا اللقاء، يعني الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا اللقاء بالنسبة لي غالي جدا وعزيز على قلبي جدا، يعني لدرجة اني لو خيرت بين هذا اللقاء وبين 1,000,000 جنيه لاخترت هذا اللقاء، لاخترت هذا اللقاء. يعني احنا ملناش غير بعض يا جماعة، والله في الاخر الواحد بيلف في الدنيا كده ويكتشف ان الاخوة ملهمش غير بعض، وملهمش غير صحبة بعض واخوتهم مع بعض بعد صلاتهم بالله سبحانه وتعالى. فيعني انتم اغلى من مال الدنيا جميعا. الله اعلم الناس اللي قاعده قدامي دي، يعني كل واحد منهم فينا ناس يقين انها تموت عشان تعمل حاجه للاسلام، وفينا ناس الله اعلم قدر الصدق اللي في قلبها ايه، وفينا ناس الله اعلم ربنا يصطفيها ويستعملها لنشر الدين في الارض في المستقبل قد ايه، محدش عارف يا اخواني في الله. يعني امبارح كنت باجي هذا المسجد، كان الشيخ محمد يعقوب بيجينا زمان 15 سنة ولا حاجة، مش كده؟ كنت باجي هذا المسجد واركب المنصورة اقعد غلبان كده، والمسجد هنا التكوين الجغرافي ايه؟ يعني مش الكل بيبقى قدام الشيخ كده، اقعد في الحتة اللي عرفت الحقها كده وقاعد غلبان، قاعد ابص للشيخ محمد والواحد يعني والواحد في حالة فزع. يا ترى الواحد يقدر يكمل اصلا في الالتزام ولا لا؟ يا ترى الواحد ممكن ربنا يستعمله ولا لا؟ يا ترى الواحد ممكن يطبق الكلام اللي هو بيسمعه ده ولا لا؟ يا ترى عارف يعني عارف يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن لفظ، يعني الواحد مش كده بس، الواحد حس ان في ملتزمين بيعيشوه. واما من جاءك يسعى وهو ايه؟ وهو يخشى، جاي خايف من ايه؟ ربنا ما قالش خايف من ايه؟ خايف ما يقدرش يوصل، خايف ما يقدرش يكمل، وخايف ما يقدرش ينفذ، خايف يموت وهو كده، خايف يأمر ربنا من غير ما يعمل حاجه للدين، غريب خايف يموت من غير ما يقف على صغر من صغور الاسلام، هو يخشى بقى خايف من الف حاجه وحاجه. سبحان الله العظيم يا اخواني في الله، بتمر الايام ولما ربنا بيأذن انه بيستعملك دون ان تشعر ودون ان تدري، بتلاقي نفسك فجأة استعملت في دين ربنا سبحانه وتعالى. فابشروا يا اخواني، المهم الصدق، المهم الكلمة الخطيرة للبخاري افتتح بيها صحيح البخاري وذكرها في أول باب، أول حديث في أول باب اللي هو باب بدء الوحي، هو حديث إيه؟ إيه أول حديث في أول باب في البخاري؟ حد يعرف؟ إنما نعمله بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. بالتعبير بتاعنا كده كل واحد هياخد على قد نيته، كل واحد منكم ربنا يفتح عليه على قد نيته، كل واحد منكم ربنا هيستعمله على قد صدقه، كل واحد منكم ربنا هيمده على قد صدق رغبته انه يعمل حاجه لدين الله. عشان كده احد التأويلات في قول الله ورفعنا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، قال لك الوزر هنا هم النبي عليه الصلاه والسلام، قال ان كان في غار حراء هم النبي وشايف الدنيا كلها على ضلال وفساد ونفسه ان الدنيا تتصالح، بس مش عارف تتصالح الدنيا دي ازاي. فربنا سبحانه وتعالى استعمله وارشده ووجهه سبحانه وتعالى، فكان هذا هو وزر النبي الذي انقض ظهره، الهم اللي هيشق قلبك وهيفتت كبدك وهيشق ظهرك
وهيفتت فقرات ظهرك من شدة همك الدنيا دي تنصلح ازاي، والناس تعبد ربنا ازاي، والناس ترجع لربنا ازاي. هتشيروا يا اخواني في الله، يعني موضوع هذا الاسبوع المبارك باذن الله السلفية الى اين. يعني انا اخترت يعني ايه عنوان يعني قريب منه وفرقها بس حرف او حرفين، يعني كعناوين دروس بقى تحت هذا العنوان الكبير، السلفيون الى اين، السلفيون الى اين. يعني كان نفسي اسميه السلفيون الجدد، بس حسيت ان ايه يعني طلع هتبقى جامد ان احنا نتكلم ان احنا نجدد، او ان ربنا يستعملنا في التجديد، او ان ربنا يستعملنا ليجدد بيه معاني السلفية الحقيقية، لان الفجوة ما بين السلفية والسلفيين عدد كبير قوي 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 قوي. فاحنا عايزين نتكلم السلفيون الى اين. اخواني في الله، التيار السلفي ده اخطر تيار موجود على وجه الارض، والله صدقا اخطر تيار موجود على وجه الكره الارضيه هو التيار السلفي. لا يوجد في الاسلام ولا في اي دين غير الاسلام ولا في اي مذهب اخر تيار بهذا الحجم، وتيار بهذه الكوادر، وتيار بهذه الطاقات، وتيار ابناء نفسهم يعيشوا عشان ربنا وعندهم يعني رغبه انهم يعملوا ويضحوا بهذا القدر. ولكن مشكله التيار السلفي يعني ان هو تيار عايز نقله، عارفين يعني ايه نقله، عارفين اللي بيركب عربيه فبيجيب على الاول شويه بيطلع يجيب الثاني، يبدا يطلع شويه على الطريق يجيب الثالث، فتح على السريع يجيب الرابع. هو التيار السلفي عايز ينقل زي العربيه ما بتنقل، التيار السلفي عايز ينقل يا اخواني في الله. يعني السنوات اللي فاتت مرحله تاسيس، مرحلة تكوين قاعدة، مرحلة الوقت دي احنا عايزين ندخل في مرحلة تفعيل، مرحلة العمل. عايزين نقلة، نقلة في حاجات كتير جدا، نقلة في يعني محاور كتير جدا. طار السلفي ده يعني وانا بقولها لكم الله اعلم، الله اعلم اللي بيتكلم يعني اجله قد ايه واللي بيسمع اجله قد ايه، ولكن هي كلمات بنقولها ولا ندري. والله يا اخواني اللي هيوحد الطيار السلفي ده وهيوظف طاقاته هيعمل في تاريخ الاسلام اللي صلاح الدين الايوبي ما عملوش. هذا الطيار المليء بالطاقات الرهيبه، المليء بالكوادر، كل تخصصات الدنيا والدين موجوده في الطيار السلفي، كل المواهب اللي ربنا خلقها على وجه الارض موجود لها ممثلين في الطيار السلفي، كل انواع الذكاء اللي احصيت على وجه الارض، وانواع العقول وانواع الكوادر وانواع الناس اللي تنفع تسد انواع الامور موجوده في الطيار السلفي. ولكن طيار زي ما بقول لكم عايز نقله واثنين وثلاثه، عايز نقلات. يعني في نقلات ممكن نتكلم عنها المره دي، وفي نقلات هيبقى صعب ان احنا نتكلم عنها في لقاء عام، لانها عايزه يعني ايه يعني عشان يبقى الكلام في محل العمل، عشان يبقى نتكلم كلام ينبني عليه عمل، عايزين ننقل في حاجات كتير قوي، منها حاجات ممكن تكون بسيطه لما نتكلم فيها. عايزين ننقل في قلوبنا نقله في مستوانا الايماني والقلبي، نقله. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول احب الاعمال الى الله ايه؟ يا عم علي صوتك ما تخافش. عايزين نقله في القرآن برضه ان الاخوه تبقى جريئه كده، احب الاعمال الى الله ادومها ان قال، لا مش عايز الحديث ده، احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، لا مش عايز الحديث ده، احب الاعمال الى الله صلاه على وقتها، لا مش عايز الحديث ده، احب الاعمال الى الله ايمان بالله ورسوله، احب الاعمال الى الله ايمان بالله ورسوله. يعني ايه يا جماعه احب الاعمال ايمان؟ يعني ايه ايمان؟ يعني ايه الحاجه لما اقول لك احب كليه يا ابني انا نفسك تدخلها، او احب حاجه يا ابني الى قلبي الطب، وانت يبقى معناها ادخل كليه ايه؟ ادخل كليه الطب. احب الحاجه الهندسه معناها ادخل كليه ايه؟ كليه هندسه. ادخل بيئه الطب، ادخل بيئه الهندسه، لانك مش هتبقى مهندس من غير بيئه هندسه، مش هتبقى دكتور من غير بيئه طب، مش هتبقى مؤمن من غير بيئه ايمان. احب الاعمال الى الله ايمان، يبقى احب الاعمال الى الله الارتباط ببيئه الايمان. كان ملتزم من ملتزم طنطا بيحضر الدروس العامه في طنطا. يا اخوانا دي قضيه في غايه الخطوره. يا اخواني ابو بكر الصديق صديق الامه كان بيحضر مجلس النبي عليه الصلاه والسلام، المجلس اللي كان بيحضر فيه الاعراب والمسلمين الجدد، كان بيحضر مجلس النبي اخر يوم في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، جلس في هذا المجلس، ما كانش يقول انا بقيت شيخ كبير، انا عرفت معظم الكلام لان النبي ما كانش كل يوم، يعني النبي لم يكن همه انه كل يوم يقول درس جديد عليه الصلاه والسلام. النبي كان بيوصل اسس الاسلام في المجلس ده. فابو بكر الصديق ممكن يبقى قاعد
معظم الكلام النهارده سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام، لان النبي بيوصل للاجيال اللي جايه والمسلمين الجدد والاعراب اللي جايين يسالوا عن دينهم. ابو بكر عارف ان دي بيئه الايمان لازم نتصل بيها. كل واحد منكم عامل زي ورقه الشجر، ورقه الشجر ممدوده مع الفرع بحته حبل صغير كده، ده الحبل اللي بيوصل لها كل الغذاء. لو اتقطع الحبل ده والورقه دي وقعت، الورقه دي هتموت هتموت، ده لسه خضره هتموت هتموت. الورقه دي هي اتصالك ببيئه الايمان. انت لو فقدت اتصالك بالدروس، فقدت اتصالك بالشيوخ، فقدت اتصالك باخوانك، فقدت اتصالك ببيئات حفظ القران وطلب العلم والدروس الايمانيه وصلاة المعروف والسعي في اعمال الدين، انت هتخسر كل حاجه، هتموت هتموت. الدين هيروح من حياتك، هيروح حتى لو فضلت لحية وخلاص. يبقى اذا اخواني في الله عايزين نقلة في ارتباطنا ببيئة الايمان، نقلة في ايمانياتنا. يا اخوانا مش معقول يكون طلاب اخرى، طلاب اخرى، وممكن اوقف اخر وقتي اقول له ايه ترتيب لجنة امتحان الاخرى؟ مش انت طالب اخرى؟ طالب اي شهادة لما بتوقفه قبل الامتحانات باسبوعين تقول له لجنة الامتحان بتاعك ايه؟ يقول لك اول امتحان كذا، ثاني امتحان كذا، ثالث امتحان كذا، والعملي ايه كذا، والشفوي كذا، والتحريري كذا، والورقة الأولى كذا، والورقة الثانية كذا، والورقة الأولى هتيجي في الكتاب الفلاني، والورقة الثانية هتيجي في الكتاب الفلاني. عارف امتحانه يا ابني؟ انت دلوقتي انت طالب اخره، انت عارف امتحانك، انت عارف لجنه الامتحان بتاع الاخره بتاعتك. لو انا سالت الواحد دلوقتي ال 50,000 سنه بتوع يوم القيامه لجنه الامتحان بتاعت الاخره، انت تعرف ترتيبها ولا ما تعرفش؟ تعرف احداثها ولا ما تعرفش؟ انا ممكن اسال اخوه ايه الفرق بين البعث والحشر؟ ما يبقاش عارف. بيتقالوا ان البعث والحشر، والحشر والبعث، رغم ان ده مرحله وده مرحله ثانيه خالص. البعث ده المرحله اللي الناس طالعه فيها من تحت التراب، وقبل ما تطلع من تحت التراب الملائكه الاول بتبعث. ماذا تعلم عن بعث الملائكه؟ مش ربنا بيقول ونفخ في الصور فايه؟ فصعق ايه؟ من في السماوات؟ الملائكه بتموت يا كمان، والملائكه بتبعث ايضا. البعث الملائكه، والملائكه تتوزع في ملائكه للصلاه، وملائكه للحب، وملائكه لاستقبال الناس من تحت التراب، وملائكه لمحفره القبور لتطليع الاجساد، وملائكه لحوض النبي عليه الصلاه والسلام، وملائكه لظل العرش، وملائكه على ابواب النار، وملائكه على ابواب الجنه. بعد كده بيبدا الناس تتكون اجسادهم، تتجمع. كل واحد مننا مات والتراب بتاع جسمه اتفرق في الارض، كل واحد مننا يتجمع تراب جسمه وهو موجود في المكان اللي مات فيه ودفن فيه. بعد كده بتبدا تنفخ الارواح، بعد كده بتنشط القبور وتبعثر القبور عشان مليارات البني ادمين طالعين من تحت التراب. على وجه الارض دلوقتي 6 مليار بني ادم و900 مليون. تخيل على يوم القيامه، من ايام ادم ليوم القيامه، هيبقى عدد البشر من ايام ادم 200 300 مليار. تخيل كده 200 مليار بني ادم طالعين من تحت التراب، و200 مليار جن طالعين من تحت التراب، والجن زيهم زيك بيموتوا وبيبعثوا، وابليس ميت وبيبعث هو كمان، والموءودة طالعة، والولدان شيل، والوحوش حشرت، وجميع الكائنات اللي عاشت على وجه الارض بتبعث هي كمان يوم القيامة. أنا عايزك تتخيلوا الناس طالعة من تحت التراب يموجوا بعضهم في بعض. ربنا بيترك الناس في الأول. البعث غير الحشر، الحشر الناس بتترتب، البعث لو الناس بيموت بعضها ببعض، موجات بشرية، كل موجة ممكن تبقى 50 60 مليون بني آدم، وكله بيخبط في بعضه زي امواج البحر ما بتربوش في بعض او تتناطر مع بعض. انا عايزك تتخيل منظر كانه جراد منتشر، زي ما بين الجراد كده الاناث الجراد بتضع في الصحراء بملايين، وبترحل وتهاجر هي والفكور، وبعد كده ملايين البيض بتفقس في وقت واحد وتطلع من تحت الرمل وتحت التراب في وقت واحد. البشر طالعين كده، البشر طالعين بهذا المشهد. اللي كان مفتون بالنساء ومفتون بعدم القدره على غض البصر، اجمل نساء الارض طالعين من تحت التراب محدش هيبص له. اللي كان مفتون بالمال والمركز مش هيبص لهم. قضية كبيرة جدا انك تتخيل الناس طالعة بالمنظر ده، وبعد كده الارض تبدأ تقيء فلذات اكبدها. بقى الكرة الارضية الناس كانت عايشة عليها ما هي شايفة الاخرة، فمفتونة بالدنيا والحقيرة دي، عاملين زي واحد جاب نملة وحطها تحت ميكروسكوب او تحت عدسة بتكبر مليون مرة، فتهيالوا انها وحش كبير، وهي حتة نملة ما تجيش اصلا انك انت يعني تمسكها ما بين صبعينك كده تفعصها. تخيل بقى الناس يوم القيامة هتشوف الدنيا على حقيقتها. فبعد ما شافت الدنيا على حقيقتها، لما ترى الاخرة بتبدأ الارض تقيء فلذات اكبدها مثل الاسطواني من الذهب.
الارض تطلع الدهب اللي في قلبها كله، الدهب اللي خطف عينين الناس وخطف قلب الناس وخلى الناس تنسى ربنا عشان تحصل هذه الاموال، يطلع قدام عينين الناس فيأتي فيأتي السارق وينظر الى المال ويقول في هذا سرقت، ويأتي القاتل وينظر الى المال ويقول في هذا قتلت، ويأتي قاطع الرحم وينظر الى المال ويقول في هذا قطعت رحمي. ايه ده؟ ده اللي نسانا ربنا، ده اللي شغلنا عن ربنا، ده اللي شغلنا عن كنوز الاخرة، شوية الحاجات الحقيرة بتاعت الدنيا دي، شوية التراب اللي مسمينه عقارات، وشوية الطوب اللي مسمينه مباني، وشوية الصاج اللي مسمينه عربيات، وشوية البتاع ده اللي مسمينه دهب، ده هو اللي شغلنا عنك يا رب. ثم يتركوه ويذهبوا، الكل يمشي بعد ما عرف حقارة الدنيا، ولكن بعد ما ده قال في هذا قتلت وفي هذا سرقت، والكل بص للدنيا بقمة الحقارة، يندمنا على الدنيا اللي ضيعت مننا اعظم فرصة للوصول الى الله واعظم فرصة للترقي درجات الجنة، ثم يتركوه ويذهبوا. ده يا اخوانا هو ده البعث، او ده جزء من البعث، لان البعث ده قضية اكبر من كده بكتير. الناس كلها طالعة من تحت التراب، كل واحد عليه اثر طاعته او اثر معصيته، يعني كل واحد طالع من تحت التراب صاحب القرآن يلاقي القرآن مستنيه، انا صاحبك القرآن، انا الذي اظمأتك بالهواجر واسهرتك بالليل، انا اللي كنت طول النهار بتقرأني وتحفظني وطول الليل بتصلي بيا. يبقى لما يجي واحد يقول انا عايز ابقى صاحب القرآن، اقول له علامة صاحب القرآن اللي مصاحب القرآن انا والاخ الفاضل ده اصحاب، يبقى رايحين مع بعض جايين مع بعض، يبقى انا صاحب القرآن معناها ان انا كلما رأيتني اما بقرأه واما بعمل بيه واما بأصلي بيه واما بحفظه. طب انا عايز ابقى من اهل القرآن، لا ده درجة اعلى بقى، لان صاحبي غير اهلي، اهلي دي درجة اعلى بكتير جدا من ان انا اكون مجرد صاحب. درجات يا اخوانا، يا اخوانا عمرك ده الفرصة الوحيدة انك تحقق فيها ده، انك تبقى صاحب للقرآن، انك تبقى اهل من اهل القرآن. انا مش عايز اقولك ان كثير من الاخوة اصلا ما هواش عنده تعرف على القرآن. ما هو الاول انا عشان نبقى اصحاب الاول اتعرفنا على بعض، فبدأت اشوف فيه صفات شدتني وبدأ يشوف فيه صفات شدته، فبدأنا نستلطف بعض وندي نمرنا لبعض ونتكلم مع بعض، بعد كده نخرج مع بعض عما بين اصحاب، وبعد ما بقينا اصحاب بعد كده بقى ابص للاخ كده فنبدأ ايه، يبقى بينا نسب، ولا في الاخر بقينا زي الاهل بالظبط. يا اخوانا في اخوة بيقولك اهل القرآن، صاحب القرآن هو اصلا لسه ما يعرفش ايه هو القرآن، مرحلة التعارف دي لسه ما وصلهاش اصلا. صاحب القرآن يلاقي القرآن مستني، انا صاحبك القرآن، انا مش هسيبك زي ما انت ما سبتنيش في الدنيا، مش هسيبك النهاردة. المتصدق يلاقي صدقته كشكل سحابة بتظلله، الزاني يبعث على ما مات عليه، اللي مات في الحج والعمرة يبعث لبيك اللهم لبيك، بيلبي الشهيد يطلع بيتفجر جسمه برائحة المسك. يعني انا عايزك تتخيل كل واحد طالع عليه اثر الطاع، المتبرجه طالعه بلبس التبرج، يموت كل امرئ على، يبعث كل امرئ على ما مات عليه من الثياب، يعني اللي مات عليه بيبعث عليه. فدي معصيتها كانت التبرج، فدي تبعث على التبرج والعياذ بالله، لان ده كان معصيتها، خلاف ان الناس تبعث عراه، ده عموم البشر، انما في واحد معصيته كانت الذنب ده والعياذ بالله، فتبعث معلمه بهذا الذنب. يعني اخواني في الله، ده البعث، البعث ده الساعات الاولى من الخمسين الف سنة. امال الحشر ده، الحشر ده قصة تانية خالص. انا بديك مثل لابسط مبادئ لجان امتحان الدار الاخرة، لان يوم القيامة ده لجان كتير جدا. كنت مع بعض اخواني يعني رحنا نزور مقابر كده، يعني كنا راجعين من سفرية معينة، فايه رحنا بالليل دخلنا المقابر نزور المقابر، فاخ بالاخوة اللي يعني لسه جديد شوية كده، فبيوصل المقابر، هي الناس دي كلها بتتعذب ولا الناس دي كلها بتتنعم؟ قلت له في ناس هنا نايمة وفي ناس هنا بتتنعم وفي ناس هنا بتتعذب، مش كل واحد ملتزم مات هيتنعم في قبره. ليه؟ لان القبر له اسباب لنعيمه اصلا. ممكن واحد ملتزم بس ما حققش اسباب نعيم القبر، الف الفين سنة تحت التراب هينامهم، هيبشر بالجنة وينام. ليه؟ لان نعيم القبر نفسه له اسباب. وفي ناس ممكن تكون والعياذ بالله يعني فاجرة او هكذا ولا تعذب في قبرها، تبشر بالنار وتنام. ليه؟ لان برضه عذاب القبر له اسباب. يبقى انا لازم اعرف ايه اسباب عذاب القبر عشان اعرف انجو منها، ولازم اعرف اسباب نعيم القبر عشان ما ضيعش عليا الف سنة او الفين سنة كان ممكن اتنعم فيهم. يعني وفي ناس لا تسكن القبور اصلا، زي الشهداء
ارواحها في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة ثم تاوي الى ظل عرش الله. يعني انا عايز اقولك الموضوع كبير يا اخواني. احنا لجان امتحان الاخرة احنا درسنا قد ايه؟ اللي داخل مادة في الدنيا بيفرم المادة يقولك انا مطبق يومين عشان اجيب المادة قبل الامتحان. احنا مين فينا بيطبق عشان امتحان الدار الاخرة؟ مين فينا بيحقق هذا الجهد الحقيقي؟ ده البعث. واحد طالع اشتاتة زي ما ربنا قال كده وصف يصدر الناس اشتاتة، عارف شتات في الفكر وشتات في كل ماشي، حاجة منظر رهيب. انما الحشر، الحشر ده بقى ربنا يرزقنا الحج هذا العام يا رب، اللهم امين يا رب. الحشر ده اللي هو زي ما بتنزل مطار السعودية كده وانت رايح تحج، يقولك انزل مطار الحجاج الاول، تقول له ليه؟ يقولك هتتفوجوا، يعني هتتفوجوا، المصريين يجوا هنا، التوانسة هنا، الجزائريين هنا، الافارقة هنا، يفوجوا الناس، يصنفوهم وكل ناس يسوقهم واحد بقى ايه يبقى اسمه المطوف بتاع الناس دول، يبدأ يرتب لهم اماكنهم ويعرف الناس دي فين، يعني بترتيب. فالحشر ده التفويج، الحشر ده المؤمنين يجوا هنا، الكفار هنا، الزنا هنا، الصوامين هنا، القوامين هنا، المتبرجات هنا، العفيفات اللي لابسين حجاب امهات المؤمنين وعلى طريقكم، وعلى طريقكم هنا، الدعاء الى الله هنا، العلمانيين اللي حاربوا شرع ربنا هنا، الشهداء هنا، المجاهدين هنا. الحشر ده قصة تانية خالص يا اخوان. الحشر ده التفويج، انت هتقف مع مين ساعة ما يحصل تفويج؟ انت هتبقى مع مين؟ تخيلوا لو احنا الوقت اهو نتفوج، احنا الوقتي وقام جاي واحد يلا يا جماعة انتوا الوقت بيت يوم القيامة، الدعاء هنا، انت هتقف مع الدعاء؟ انت جهدك في الدعاء يوقفك مع الدعاء؟ يا اخوانا المجاهدين هنا، انت شغلك في الجهاد يوقفك مع المجاهدين؟ يا اخوانا يلا العلماء واللي بذلوا حياتهم عشان العلم هنا، انت طلبك للعلم يوقفك مع دول؟ يا اخوانا القوامين هنا، انت قيامك لليل يوقفك مع دول؟ يا اخوانا الصوامين هنا، انت من اهل يوم ويوم او اتنين وخميس والتلات ايام البيض تقدر تقف مع دول؟ يا اخوانا لازم ندرس الحاجات دي عشان نخطط لمستقبلنا، لان ده مستقبلك الحقيقي. انت في اللحظة دي هتتفوج، هتتفوج مع مين؟ هتلاقي نفسك مع مين؟ هتروح فين؟ هتتفوج مع انهي نوعية؟ يبقى ممكن واحد يجي ساعتها يلاقي نفسه مع النبي عليه الصلاة والسلام. مع النبي انا ليه؟ انا ما عملتش حاجة افبقى مع النبي. ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لك يحشر المرء مع من احب. ممكن واحد يلاقي نفسه مع بكر وعمر، بس ده الحب الصادق بقى، ده الحب اللي ربنا لا يعلمه في القلوب الا الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الحشر ده قصة. طب الناس، تخيل الناس كلها ماشية في اتجاه واحد، بتسمع كلام واحد بس، يتبعون الداعية لا عوج له، منظر مهيب. الناس اللي كانت في الدنيا يعني ده بيحود كده وده بيحود كده وده بيجري على المعصية، يوم القيامة محدش يحود، محدش يقدر ينطق، كله ماشي في اتجاه واحد، ويفوج الناس اما الى النار والعياذ بالله، زي قال فرعون كده ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، واما الى ارض المحشر العامة اللي ربنا ذكرها في سورة النازعات، فاذا هم بالايه؟ بالساهرة اللي هي لا نوم عليها، عشان كده سميت الساهرة، 50,000 سنة بلا نوم، تارك الزكاة، يتعمل له حظيرة مواشي زي المواشي بتاعته بالظبط اللي كان منع الزكاة بتاعتها، ويتقفل عليه معاها، وتظل تضربه برؤوسها وتطأه بأقدامها وتعضه بأسنانها 50,000 سنة، وقد ذهب التسخير عنها، الشمس على بعد ميل من الرؤوس، العرق بيلجم الناس الجامع، دي أرض الحشر العامة، مش هيقف فيها غير الكفار، المسلمين كثير جدا هيقف منهم فيها. امال المكان الثالث اللي هيفوج اليه الناس ايه؟ ظل عرش الله. يبقى يا اما على النار على طول لحساب ولا يوم قيامه، على جهنم عدل والعياذ بالله، يا اما على ارض المحشر العامه في انتظار الحساب، يقفوا فيها بقى الى ان يقضي الله ويفصل في امرين، يا اما ناس تفوج على ظل عرش الله المقصوره الملكيه يوم القيامه، يقف في ظل العرش. انتوا متخيلين يا اخواني يعني ايه اتنين مسلمين ساكنين في نفس البلد، الاثنين من طنطا، والاثنين كانوا بيصلوا في المسجد هنا، والاثنين عارفين بعض، وواحد يروح يقف في ارض الحشر العامة الشمس على بعد من مراسه، وواحد يروح يقف في ظل عرش الله ويمكن على منبر من نور وبيشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام، من حوض النبي، من نهر ممدود من نهر الكوثر في الفردوس الاعلى. انت في الدنيا لما واحد بيلاقي عربية فخمة معدية يقول لك يا عم يا دي الناس اللي عايشة،
يوم القيامة اللي واقف في ارض المحشر هيبص اللي واقف في ظل عرش الله ويقولك يا دي الناس اللي عايشة. عشان كده بيقولك يقولوا يا ليتني قدمت لإيه لحياتي. هي دي الناس اللي عايشة، هي دي الحياة. انا ما كنتش عارف الكلام ده. يعني قضية، قضايا كبيرة ودراستها بتغير في حياتنا وتخلينا نخطط لمستقبلنا وتخلينا. هو هنا بقى هتفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. هتفهم بقى ليه النبي قالك ان الناس هتتقهر يوم القيامة على كل ساعة ضاعت منها، لانه هيشوف الساعات دي ناس بسبب استثمارها وقفت في ظل عرش الله وهو واقف يا عيني غلبان. يعني مش واحد واقف في الشمس في الحر واحنا قاعدين في التكييف جوه، ده فجوة مهولة. وده مسلم، وده مسلم يا جماعة، ولكن ده مسلم غافل وده مسلم مجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى من ضمن النقلات اللي السلفيين والمسلمين جميعا طبعا، ولكن يعني كما قال تعالى كزرع اخرج ايه شطأ، الزرع اللي هو زي ساق النبات والشطأ اللي هي الفروع بتاعته. فلما الساق تبقى سليمة الفروع بتبقى سليمة، لما الساق بتبقى بايظة الفروع بتبقى بايظة. فالساق هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، والفروع هي الصحابة. فلما الساق كانت ذهب الفروع طلعت ايه بقى؟ تخيل احنا يا جماعة احنا الزرع والناس هي الشطأ. لو لقيت الناس في فساد اعرف ان السبب احنا، اعرف ان السبب ضعف دين عندنا. والغرب شط والمسلمين زرع. لما تلاقي الغرب في ضلال يبقى المسلمين بعاد عن دينهم. يبقى لو احنا كويسين الناس هيبقوا كويسين، لو احنا كويسين هنغير في الواقع، لو احنا كويسين هنأثر في الواقع، لو احنا كويسين ربنا يفتح لنا. مش النبي عليه الصلاة والسلام قالها وانما لكل امرئ ايه ما نوى؟ لو احنا صادقين في هداية الناس ربنا يسيب الناس كده بالمنظ بالضلال اللي موجود في الشارع ده، بالمنكرات التي لا تخطئها عين في اي ساعة من ليل او نهار في اي شارع، بل في كل بيت من بيوت المسلمين، الا من عصم الله سبحانه وتعالى. لو احنا كويسين ربنا هيفتح على ايدينا في الواقع، ربنا يفتح لنا القلوب، ربنا هيغير الناس باقل كلمات تخرج مننا، ربنا هيسوق قلوب الناس الينا سوقا. ولكن ده لو احنا اصلا كويسين، لو احنا ناس كويسة، لو احنا فعلا طلاب اخرى بصدق. عايزين نقلة يا اخواني، عايزين نقلة في الصلاح والارتباط ببيئة الايمان، وان الاخوة تفهم يعني ايه دروس الايمان ويعني ايه بيئة الايمان ويعني ان طول ما احنا مع بعض ده ثروة. عايزين نقلة في حاجات كتير قوي، عايزين نقلة في النزول للناس، النزول للناس. عايزين احنا عاملين بالظبط المصر عاملة بالظبط زي نهر، ناس قاعدة على الشط ده بتوع ربنا وناس قاعدة على الشط ده عايشة حياتها زي ما هي عايزة بكل شهوات. يا اخواننا لازم نركب مركب ونعدي للناس، لازم ننزل للناس، لازم ننزل لأماكن الناس. الاخوة عندها نوع من انواع الدعوة مش موجود اصلا. الدعوة عندنا ان انا اقول كلمة في مسجد، ان انا اقول كلمة في قناة، ان انا ادي كلمة بعد الصلاة. يا اخواننا احنا يعني بيسموها ايه يعني بنعمل في حاجة معمولة اصلا، دي اسمها دعوة الراغبين. اللي احنا بنعمله الوقت ده اسمه دعوة الراغبين، اسمه تربية عامة، اسمه دعوة الراغبين. واحد راغب عايز ربنا سبحانه وتعالى يصل ربنا، ففي ناس في المسجد مستنيه بتقول له احنا معاك وهناخد بايديك عشان توصل لربنا. انما دعوة غير الراغبين مين اللي بيقوم بيها الان؟ شاب اللي قاعد على القهوة ده لو انت ما رحتلوش ما هوش جاي اصلا الا ان شاء الله. شاب اللي بيعصي ربنا، الشاب اللي بيبقى ماشي على كورنيش وبيعصي ربنا، الشباب اللي قاعدين على النت دلوقتي يعني والعياذ بالله يعني منهم من يرتكب ابشع المحرمات. تخيلوا انتوا الوقت الناس دي لو احنا ما نزلنا لهاش. قال تعالى يا ايها النبي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. يعني بلغ، بلغ يعني وصل للناس. انت ساعي بريد، خد الرسالة دي وصلها لفلان. يا رب فلان قاعد على القهوة وديها له. طب وان لم تفعل؟ لو انا خدت الرسالة وقعدت في الجامع واللي عايز يجي يسمع يسمع واللي مش عايز يجي يسمع، وان لم تفعل فما بلغت. يبقى مش اسمك الدعية فلان، كلمة الدعية فلان دي للي بلغ الرسالة. وان لم تفعل فما بلغت، ما انتش دعية اصلا. ان اقتصرت الدعوة على دعوة الراغبين فنحن لسنا دعاء. الاخ المكسوف اللي خايف يكلم اتنين شباب يقول لهم تعالوا ربنا احسن يعني احسن يكسفوه يا عيني. ايه يا ابني ايه الوهن ده؟
ايه الخور ده؟ ايه ضعف الدين ده؟ يا اخوانا اهل الباطل ائمة في الباطل. الواحد بيبقى رايح مثلا مؤتمر ريحة الساحل الشمالي ولا حاجة ولا درس ولا تلاقي مش عارف المغني الفلاني وعاملين حفلة في جولف بورتو وناس وعاملين تذاكر وشبكة على مستوى مصر عشان توزيع التذاكر والناس جايب اتوبيسات من كل حتة واغاني في واضح النار. ايه ده؟ ازاي يا جماعة الجسد المسلم قبل ورم سرطاني زي ده وقبله عادي وسايبه في جسد المسلمين عادي؟ ده معناه ان دين الناس وصل لفين؟ ما اهل الباطل يا اخوانا رجالة، اهل الباطل رجالة. الممثل اللي لما جاله سرطان قلب اوضة العناية المركزة وهو بيموت، قلبها استوديو، ويقعد يقول لك انا قعدت ابص لجهاز الاشعة واضحك اقول له انت بقى اللي هيعالجوني بيك. واحد كان بيتفرج عليه وهو بيموت ومذهول. ايه البطولة دي؟ ايه الناس اللي مؤمنة بما هي عليه دي؟ ايه الناس اللي يعني مفسدين اينما كانوا مش مباركين اينما كانوا؟ يدخل العنايه المركزه يقلبها استوديو، يروح اللي ياخد جلسات اشعاع على الورم يقلبه استوديو. راجل مفسد اينما كان، فهل انت مبارك اينما كنت؟ كل مكان بتروح الدين بيجي، تركب ميكروباص مشغل اغاني يتقلب قران او شريط ديني بعد 3 دقائق من ركوبك بفقه وفن وفي فن. في لو انت قلبك مليان رحمة على الناس وشايل هم القضية هتعرف تكلم الناس ازاي. انت بس يعني داخلة وبتضحك كنا بننزل للشباب على القهاوي في رمضان بعد التراويح، ننزل بعد التراويح نشوف لنا قهوتين نكلم الشباب عليهم. سبحان الله العظيم، تدخل على الشباب كده يا شباب، يعني وفي شباب كتير اصلا، يعني مكناش بننزل في المنصورة بس، نزل القاهرة بورسعيد. انت بتنزل اماكن ممكن ما يعرفوش اصلا عنك اكتر من ان ابو دقن. ابو دقن يعني الارهاب، ابو دقن يعني قطع الودان، يعني اللي هيخلوا الستات تكيبوا على ما هو تخيله عنك كده. انت داخل ولازم تنزله، مش الحل انك تسيبه، الحل انك تنزله توريه تكلمه عن ربنا. اول ما الكلام عن ربنا يمس قلبه كل التضليل الاعلامي ده هينهار فورا. شجرة خبيثة كل كلامهم، كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتصت من فوق الارض ملاها من قرار. مع اول كلمة تلمس قلبه عن ربنا كل ده تأثيره بيضيع. ولكن مين اللي ينزل؟ قال تعالى وترى كثيرا منهم. وترى كثير، ربنا بيصور لك مشهد مجتمع فسد، مجتمع كان بتاع دين ومعاه رسالة ولكن فسد. وترى المعصية بقت عين عينك، بقيت تمشي في الشوارع المعصية عيني عينك، مفيش واحدة بتستتر. كوفرات الحريم وسط الناس عادي، والبنوك الربوية التي تحارب الله ورسوله في الشوارع عادي، والمصانع الخمور بيتاخد عليها ضرائب، ونوادي القمار في القاهرة بيتاخد عليها ضرائب وممكن يبقى عليها حراس عادي، يعني الفجور بقى حتى عادي. وترى عيني عينك كثيرا منهم، يعني معظم المجتمع بقى وحش، يعني مش جزء في المجتمع، لا معظم المجتمع بقى بيعصي ربنا وبقى بيجري على المعصية. يسارعون في الاثم والعدوان، يسارعون دي صيغة مفاعلة، يسارعون يفاعلون، يعني فيها معنى المسابقة، فيها معنى ان الناس مين اللي يفوز بالمعصية، مين اللي يفوز بيها. انت عارف شباب مثلا في جامعة وراجل يعني ديوس رمي بنته وده عايز يكلمها وده عايز يكلمها، ومين اللي يعرف يكلمها بقى؟ ده ضلال والعياذ بالله. فربنا بيصور لك مجتمع وصل للدرجة دي، 2 موظفين قاعدين في مكتب وده مرتشي وده مرتشي، ودخل واحد وده عايز ياخده عشان ياخد منه رشوة وده عايز ياخده، بقت المعصية منافسة، مجال منافسة ومسابقة. وترى كثيرا منهم يسارعون فيه، مش يسارعون الى، يسارعون في الاثم. ده معناه ان في ناس بقت حياتها كلها معصية، في يعني المنديل ده في العلبة دي يبقى كله غرقان فيها. يسارعون في، يعني بقى في ناس حياتها غرقانة في المعصية. شاب يصحى من النوم ينزل الجامعة يقف مع دي ومع دي ويقعد له 6 ساعات، بعد كده يروح يقعد له على الفيسبوك 3-4 ساعات ولا على النت، دخل منهم 2 ساعة على مواقع قذرة وقعد ساعة يتفق مع اصحابه يخرجوا، بعد كده يخرج نجيب حشيش منين ولا نجيب مخدرات منين، يروح يجيب مخدرات، بعد كده نروح نقعد فين بقى بعد ما شربنا، وبقى يروح يقعدوا بعد كده يرجع. يا اخوانا في ناس حياتها بقت ضلال، هو من ساعة ما بيصحى لحد ما بينام بيعصي ربنا والعياذ بالله، من ساعة ما بيصحى لحد ما بينام. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون.
ربنا بيقول لك بئس العمل، بئس العمل ان في انسان يعمل كده. طب والآل بعدها لولا ينهاهم الربانيون. ياه، ابن عباس التقط من هذه الآية التقاطة خطيرة جدا، وقال هذه أشد آية توبيخ في كتاب الله. قال لك أشد عتاب ربنا بيعاتب فيه عبده هو الكلمة دي، لولا ينهاهم الربانيون. لو الكلمة دي اتقالت لك ساعة العرض على الله، عارف يعني لولا ينهاهم الربانيون؟ سكت ليه؟ سكتوا ليه؟ ربنا بيقول لنا كده لما شفتوني بأعصى سكتوا ليه؟ لما شفت حرماتي بتنتهك سكتوا ليه؟ لما شفت حدودي بيعتدى عليها سكتوا ليه؟ سكت ليه لما شفت المعاصي جهارا نهارا ما دخلتش واتكلمت ووجهت الناس لربنا ليه؟ تخيل بقى ساعة العرض على ربنا لما ربنا يسألك السؤال ده ويقول لك سكت ليه، هتقول لي ابن عباس ويقول لك هذا أشد توبيخ في القرآن. أشد حاجة هتنزل على قلبك لو سمعتها هو التوبيخ ده، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. كان فين الملتزمين لما المجتمع بعد عن ربنا كده؟ لما الشباب بعدوا عن ربنا كده كان فين الملتزمين؟ كان فين الناس اللي عندها علم؟ كان فين الناس اللي عارفة ربنا؟ فين؟ لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يصنعون. ربنا مع الفاسدين قال لبئس ما كانوا يعملون، مع اللي شافوا ربنا بيعصى وسكتم ربنا قال لبئس ما كانوا يصنعون، لان هم دول اللي صنعوا الفساد في المجتمع. لو كان اول بنت متبرجة واحدة ملتزمة وقفتها وقالت لها حرام عليكي ما كانش التبرج انتشر بالانتشار ده، فسكوت الملتزمين هو اللي نشر المعاصي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، لبئس ما كانوا يصنعون. يعني تخيل اللي صنع الفساد لو أول واحد مشي مع فتاة كده عادي ولا في اي علاقة شرعية منه وبينها، واحد بس قال له يا اخي في الله وحرام عليك وربنا نظر ليك من فوق سبع سماوات، اي كلمة جت في ذهنه بحكمة وبرفق وبرحمة ما كانش الموضوع انتشر كده. انما السكوت على المنكرات هو اللي نشرها. عشان كده الآية اللي بعدها وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة. العلماء قال لك يعني ايه اللي حصل؟ يعني ربنا كان بيقولوا يسارعون في الإثم، يعني ناس عصاة عندهم جرأة بس على محارم الله، انما يد الله مغلولة ده ناس عندها جرأة على الله ذاته. فقال لك ازاي المعصية تطورت من كده لكده؟ فبعض العلماء التقط التقاطة خطيرة جدا، قال لك لما بيحصل الحالة اللي في النص دي المعاصي بتتطور تطور رهيب وبتتحول من الجرأة على محارم الله الى الجرأة على الله. لما الربانيين والاحبار ما بينكرش المكان، لما اهل الدين بيسكتوا، لما اهل الدين بيبطلوا دعوة الى الله، لما اهل الدين بيتركوا الدعوة الى الله، ساعتها المعاصي بتتطور. زمان كانت معاصي، الوقت تلاقي واحد يعني والعياذ بالله من افجر الناس طالع لك في التلفزيون يقول لك ربنا ماله ومال السياسة. تخيل والعياذ بالله، ما هو انت احنا السبب. لما تشوف الكلام ده احنا السبب، اللي على برامج التوك شو من الاستهزاء بالله واياته ورسوله والعياذ بالله احنا السبب. احنا اللي لما بطلنا شغل في الدعوة، احنا اللي لما بطلنا نزول للناس، ساعتها الباطل انتشر. يا اخوانا في نوع تاني من الدعوة اسمه دعوة غير الراغبين، ده غير الدعوة اللي احنا شغالين فيها دي خالص. الدعوة اللي احنا شغالين فيها اسمها دعوة الراغبين. دعوة الراغبين دي طول ما هو احنا قافلين عليها هيفضل الدين جوه الجوامع يزيد والفساد بره الجوامع يزيد. ليه؟ لان احنا ما بننزلش للناس. احنا صلينا في صلاة المغرب بصورة ايه؟ ها؟ صورة نوح. سيدنا نوح بيدي تقرير ميداني. سيدنا نوح بقى بعد 950 سنة يعني بيدي، يعني بيقول انا عملت ايه على مدى 900 سنة؟ رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. يا اخواني في الله،
99% من مشاهد الدعوة في القرآن لم تحدث في جامع اصلا. هو الانبياء كان عندهم جوامع بيدعوا الناس اليها. يعني سألت بعض اخواني كده، قلت لهم يا جماعة تخيلوا لو النبي بدل مكان طلع على جبل الصفا، طلعت جبل الصفا دي كلفتنا كتير قوي، صح ولا لا؟ حد عارف كلفتنا ايه؟ كلفتنا المرحلة الجهرية كلها، مرحلة الجهرية كلها بسبب طلعت النبي على جبل الصفا عليه الصلاة والسلام. بسبب النبي وقف في وسط الناس وقال لهم ارأيتم لو ان رجلا رأى العدو فخشي ان يسبقوه الى اهله فاخذ يهتف يا صباحا، بسبب الخمس دقايق دول اللي اتعذب واللي اتقتل وسمية طعنت. قال له طب ما كانش في طرق تانية بسيطة وجميلة؟ كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يجي على الكعبة ويعمل يافطة جميلة او كده على الكعبة ويكتب يدعوكم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الى حضور الدرس الاسبوعي كل خميس بين المغرب والعشاء في دار الارقم ابن ابي الارقم. تخيلوا كده لو كان النبي عمل دي كان حصل ايه؟ فبعض الاخوة كده قال يا نهار اسود ده كانوا قطعوا الدنيا. قلت له ما انتش فاهم حاجة، استغفر الله العظيم واتوب، ما انت لو فاهم دماغ اهل الباطل هتعرف ان ده كان منع عنيهم، وهتعرف ان اشمعنى طلعت الصفا كان ده تمنها عندهم، مش معنى النبي رغم انه عارف تمن ده الا انه صمم انه يعمله عليه الصلاة والسلام. كان بكل بساطة حبيبي بكل بساطة هيقوموا معلقين ورقة جنبها ولا يعملوا حاجة خالص، هيعلقوا ورقة جنبها ويدعوكم ابو جهل وابو لهب لحضور الحفل الغنائي الفاجر الماجن يوم الخميس من المغرب للعشاء اللي فيه افجر الفاجرين والفاجرات وافجر المغنين والمغنيات. هو قناة الناس لما طلعت وكان شعب مصر كله مشغلها، تمشي في الشارع مشغلينها، تمشي في الشركات ولايات مشغلينها، البيت هم عملوا ايه؟ ولا عملوا حاجة، كلنا قلنا هيقفلوها هيعملوا ولا عملوا اي حاجة. قاموا 500-600 مليون جنيه جايين بقى من امريكا ولا طالعين من ميزانية الافساد والتضليل، عملوا 4-5 قنوات في قمة الاغراء، كل الاصفار وقعت على القنوات بتاعتهم وفضل الملتحين والمنقبات قدام القنوات الدينية. هو ما بيتجعش، هو بيخافش منك طول ما انت بتحاربه بسلاح، انا موجود اهو اللي عايز دين يجي ما بيخافش منك، بيترعب منك اول ما تنزل في الواقع. ليه؟ لان الناس هتفوق، الناس هتعرف ربنا. عشان كده اول ما النبي نزل، طب ما النبي جهر ماشي، طب ما ورقة ابن نوفل كان بيقول لهم انتوا ضلال وانتوا كفرة، ليه ما عذبوش ورقة ابن نوفل؟ لانه ما نزلش. طب ما زيد بن عمرو بن نوفل اللي كان بيسند ظهره على الكعبة ويقول لهم اشهد الله انكم لستم على دين ابراهيم، كان بيقول لهم انتوا كفار وذبائحكم حرام، ما عملولوش حاجة. ليه؟ لانه ما نزلش. انما بدأوا في الدعوة، ما النبي 3 سنين قبلها بيدعو بيقول انه نبي. هو انتوا فاكرين ان الدعوة السرية معناها ان هم ما كانوش عارفين ان اصلا النبي بيقول انه نبي؟ ما كانوش عارفين ان في ناس اصلا بتسلم؟ لا، هو ممكن مش عارفين الوضع بالظبط ايه، انما كانوا عارفين ان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بيقول انه نبي، كانوا عارفين وعارفين ان في ناس بتتبعه، امال ايه؟ انما طول ما انت ملكش دعوة بالناس سايبينه، اول ما نزل للناس بدأت المشاكل كلها، لان النزول للناس الناس نفسها توصل لربنا، الناس طيبة يا جماعة، انت بتنزل في افسد الاماكن بتلاقي الناس عايزة حد يمدلها ايديها، بس مدت ايده حياتهم بتتغير. فاهل الباطل فاهمين ان النزول للناس ده اخطر سلاح، عشان كده النبي، عشان كده دي مهنة الانبياء، النزول للناس في كل مكان ده مهنة الانبياء اصلا. حتى الانبياء احيان كثيرة لم يكونوا يتركوه الى اصحابهم، كان الانبياء هم اللي بيعملوه بنفسهم، لانهم عارفين يعني ايه نزول للناس، يعني انك انت تنزل تتكلم مع ده وتتكلم مع ده وتتكلم بقوة، تبقاش تلميذ، تبقاش قاعد قدامه كده ومربوك، ولا لو كسفك طب والله يا اخي انا اسف وتقوم ماشي، انت نازل ده واحد هيروح في داهية، ده واحد هيضيع، ده واحد ممكن ولا عايزه بالله يدخل جهنم بسبب ذنوبه، انت ازاي تسيبه؟ انت لو انت مصدق الكلام اللي انت بتقوله موضوع مش هيبقى دعوتك قوية. لو انا بقول لواحد خد بالك بره الباب ده حريقة اللي بيخرج هيتشوى، فقال لي والله طب ادعي لي ربنا يهديني كده وعرفني ان في حريقة، السلام عليكم اتفضل يا حبيبي، وعليكم السلام. ايه ده؟ هو انا لو مصدق ان في حريقة ده ممكن يولع فيها انا اسيبه يعدي كده؟ انا مش هعمل معاه كل ما استطيع من اجل وعظه ومن اجل تذكيره ومن اجل ترغيبه وترهيبه. فاخواني في الله احنا عندنا
شق كبير قوي في الدعوة اسمه دعوة غير الراغبين. سيدنا نوح بيقول رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. سيدنا نوح ما كانش بيقعد في مسجد والناس بتجيله. سيدنا نوح كان بينزل للناس الشارع النوادي يغشوا الناس في نواديهم. نوادي زي القهاوي الوقتي وزي النوادي الوقتي وزي يعني كل التجمعات بتاعت الناس كده، الاماكن بتاعت تجمعات الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام ان يروح من صدورنا هيبة الخلق. الناس هتعملك يعني هتهزقك يا عم تهزق يعني، يعني جت في البخاري يعني امال ايه يمشون على الارض هونة، هو كلام بنقراه خلاص؟ فين الاستهانة باي حاجة تحصل لي في ذات الله؟ فين يمشون على الارض هونة؟ يعني القضية يعني يعني ايه يعني ان انا اتكسف عشان ربنا؟ ايه يعني ان انا اتعب عشان ربنا؟ ايه يعني ان يحصل لي اللي يحصل لي عشان ربنا؟ حرام ان ملحان قتل وهو يدعو الى الله في الاعراب. مؤمن قال ياسين قتل في جولة، قتل وهو نازل للناس في الشارع بيكلموا عن ربنا. يا قوم اتبعوا المرسلين ابو طعنين وقتلينه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني ايه من الايه من الايه من المكرمين. اشمعنى المكرمين؟ اشمعنى لفظ المكرمين مع مؤمن قال ياسين؟ ده واحد اتقتل في جولة، ده واحد نازل يكلم الناس عن ربنا تلوه. اشمعنى مؤمن قال ياسين اللي قال من المكرمين؟ لان النزول للناس ساعات بيبقى فيه مهانة. ساعات تلاقي واحد بصلك بصة وحشة، ساعات تلاقي واحد كسفك وقال لك كلمة وحشة، فانا مستعد يا رب ان انا اهان عشانك، فيكون ثوابك ان تكون من المكرمين في الجنة. تخيل لما ربنا اللي يكرمك بقى يبقى ايه؟ تخيل. عشان كده حرام ان ملحان لما الطعن وهو بيتكلم عن ربنا قال فزت يا رب الكعبة. ليه؟ لانه مات موتة مؤمن قال ياسين، مات نفس الموتة اللي ماتها مؤمن قال ياسين، مات وهو يدعو الناس الى الله. لما بنكون اصحاب عقيدة يا اخواني الدنيا بتتغير. سلفيون الى اين؟ سلفون عايزين ينقلوا نقلات كتير قوي قوي قوي، عايزين ينقلوا في الايمان والارتباط ببيئة الايمان اساسا، عايزين يتعلموا ان يعني الفقه الحركي بتاعنا ان احنا نرتبط بشيوخنا وبيئة الايمان وبمجالس الدين والعلم والذكر، ده اكبر ترابط لينا. عايزين ينقلوا في الاخوة بينهم وبين بعضهم والترابط بينهم وبين بعضهم والحب بينهم. ابو بكر الصديق خرج من ماله 3 مرات، مرة عشان تبوك ومرة عشان الهجرة ومرة عشان اخوانه اللي بيعذبوا، عشان يعتق اخوانه بكل ماله، صرف ماله كله على الاخوة، كل ماله انفق على اخوانه. انت تقدر تصرف مالك كله على اخوانك؟ تقدر تبذل كل مش تصرف مالك على الدعوة، على اخوانك، فلان اللي محتاجه وفلان اللي مكروب، اخوانك اخوانك. انك الاخوة العملية هي منابر النور ببلاش، هو ظل عرش الله ببلاش، هو ثواب الاخوة في اللي انتوا فاكرينه بجزاك الله خيرا يا اخي وكيف حالك يا اخي الكريم والسلام عليكم. وعليكم السلام. واخوك حياته كلها كروبات يا فاكيك، وانت خلاص ساعة الجد ما بيلاقكش. انت فكرك ان الاخوة بالكلام ده؟ ده كلام، ده كلام. انما منابر النور تمامها يعني اهل الباطل نفسهم في الافلام العربي يقولك الحب ايه؟ حب بهدلة. هو انت فكرك انك هتقف على منابر النور عشان اخوك وانت ما تبهدلتش عشانه؟ وانت ما تعبتش وانت ما شلتش اللقمة من بقك تحطها في بقه؟ ده منابر النور اذا يعني يعني اذا يعني حاجة سهلة قوي يعني. فعايزين نقلة في الاخوة وتربط بيننا وبين بعض، عايزين نقلة في التسامح والقبول لبعض والايمان ببعض. كلنا قنوات بتصب في نهر واحد، مفيش حد مننا هو النهر. كل عمل من اعمال الدين في العمل الاسلامي قناة بتصب في نهر الاسلام. لازم نؤمن ببعض ونفرح ببعض وندعم بعض وننصر بعض وناخد من بعض وندي بعض ونتكامل مع بعض ونعمل مع بعض. عايزين نقلة في الحركة، وان كل واحد فينا يبقى واقف على صغر من صغور الاسلام، يبقى واقف على صغر من صغور دين الله. الكلمة اللي قالها عباد بن بشر وهو بيموت، وهو ما ماتش فيها بس يعني هو مضروب 3 سهام، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من يحرسنا الليلة في صغر محتاج راجل، وقف عباد بن بشر بعد ما اتضرب 3 سهام بيقول للصحابي اللي بيصحيه قال له ولولا ثغر، ولولا ثغر انا كنت واقف على صغر امنني عليه رسول الله، انا كنت واقف على صغر من الصغور. كانوا عارفين ان ثغرك جنتك ونارك، الصغر اللي انت واقف عليه ده ممكن يدخلك الجنة وممكن يدخلك النار، لو خنته تبقى خائن لله ورسوله. فكانوا عارفين ولولا ثغر امنني عليه رسول الله ان يضيع لانقطاع روحي احب الي من ان اقطع هذه الصورة. يعني شايفين الفهم وشايفين الفكر وشايفين ان لازم يبقى ليا صغر واقف عليه، وصغري ده جنتي وناري، وصغري ده عمري وتخصصي
وكل وكياني عشان الصغر ده عايزين نقلف حاجات كتير يا اخواني في الله. وان اذن الله سبحانه وتعالى يعني طيار السلف دلوقتي في مفرق خطير جدا بالذات بعد الثورة, الطيارات كلها بتزيد والطيارات لقت لها مجال. طيار السلف دخل في ازمة غريبة جدا بعد الثورة, ازمة يعني يا اما هيخرج منها طيار اقوى من مكان بكتير يا اما هيخرج منها طيار بيتحول الى جزر. عارفين لما بلد تتقسم 50 بلد هيخرج عامل زي البلد اللي اتقسمت 50 بلد كده. عايزين رجالة, عايزين ناس تعيش عشان دين ربنا, عايزين ناس تعيش عشان سنة النبي عليه الصلاة والسلام, عايزين ناس اصحاب رسالة. وعود على بدء, وانما لكل امرئ ما نوى, على قد صدقك في انك عايز تنصر دين ربنا وتخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشر دعوة ربنا, وعلى قد صدقك وهمك اللي انقض ظهرك انك انت تزيل الفساد من الارض, على قد ما ربنا يستعملك بكرة وعلى قد ما ربنا يستخدمك بكرة وعلى قد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني هيرسل ليك جواب الاستعمال, جواب وانا اخترتك, جواب التوظيف الرباني, ولكن مش في مهنة من مهن الدنيا ولكن عند الله سبحانه وتعالى. يا جماعة يعني فلان بيشتغل مع راجل الاعمال الفلاني وفلان بيشتغل مع الملياردير الفلاني, احنا بنشتغل جنود مع الله سبحانه وتعالى, احنا بنشتغل اخطر شغلانة على وجه الارض. اوعى تؤثر على صلتك بالله اي شيء في حياتك. سددكم الله وفتح الله على ايديكم, اسأل الله سبحانه وتعالى ان يستخدمنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا, اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض, اللهم اقمنا على مرادك منا, اللهم قوم في رضاك عزمنا, اللهم اذن لدينك ان يسود, واذن لشرعك ان ينتصر, واذن لكتابك ان يحكم. اللهم انزل هدايتك على اهل مصر, اللهم انزل هدايتك على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها واطفالها. اللهم اهدي اهل مصر, اللهم انزل هدايتك في جذر قلوب اهل مصر. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا, تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا, تب علينا لنتوب, تب علينا يا رب العالمين. اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به, ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها, ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها اهون الناظرين الينا, ونستغفرك من كل ذنب تبنا اليك منه ثم عدنا فيه, ونستغفرك من كل امر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام. يا من تبسط اليك بالليل ليتوب مسيء النهار, تب علينا من ذنوب الليل والنهار. اللهم ايقظ قلوبنا, اللهم قو في رضاك عزمنا, اللهم اقمنا على مرادك منا, اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض, اللهم بارك في اعمارنا, اللهم بارك في ايامنا, اللهم بارك في ساعاتنا, اللهم بارك لنا في اخوتنا, اللهم بارك لنا في حسن توكلنا عليك, اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص, انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. التيار السلفي يحتاج الى نقلة, يحتاج الى نقلة في الصدق, وقد قيل الصدق منار اينما وجد يدل على الجادة, يحتاج الى نقلة في العلم والعلم الخشية, يحتاج الى نقلة في القلب, الى نقلة في النزول الى الناس, الى نقلة في الاخوة, الى نقلة في الحركة. هذه كلمات مباركات خرجت, نحسب انها خرجت من قلبي شيخنا بارك الله فيه, ولعلها وقرت في قلوبنا جميعا. جزى الله شيخنا خير الجزاء, ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته وحسناتنا. وجزاكم الله خيرا, ولا تنسوا الأسبوع العلمي مستمر إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.